انا اليوم قدام وزاره الصناعه باش نفكروا خاصه الدوله التونسيه اللي فما كارثه عندها 51 سنه في جابس، كارثه تقتل في البشر تقتل في الكائنات الكل، وقاعده تقضي على مكان من اجمل الاماكن في تونس، الواحه البحريه الوحيده في المتوسط. جينا حطينا بحذاها معمل نتاع دمار لسنوات طويله. انا واحد من الناس هربت لانه القضيه اكبر من ما نجمش نحلها، بعد ما خسرت امي وبابا وثلاثه اخوالي بامراض سرطان وغيرها. فلاجئ بيئي جيت لتونس، نحب جابس كمدينه خير من تونس، خير من تونس العاصمه اجمل هي، لكن على غالب هربت جيت لهنا. فجاوا هالشبيبه هذوما الجمعيه هذه ستوب بوليوشن وبرشا شبيب اخرين، عاودوا حطوا القضيه في الواجهه وعاودوا رجعوا الامل اللي فما امكانيه باش يتنحى الكارثه هذه، تنجم تتنحى يعني حتى على المستوى المادي، معناها ما عادش مربحه بالنظر للدمار اللي عملتها في البحر وفي الواحه، ما عادش مربحه. شنو الدخل هالدخل بعد ما قضت على توازن بيئي؟ خاصه انك الخليج كانت فيه خصوصيه غنيه جدا، كان فيه اكثر من 250 نوع سمكي، اليوم فيه تقريبا العشر، فيها 20 نوع سمكي. الواحه كانت حاجه رائعه. انا ما عادش نجم نمشي لشط السلام، هذه القريه اللي تولدت فيها وتربيت فيها اللي هي بعيده كيلومتر ونص على المعمل هذا، ما عادش نجم نمشي لانه عندي تصاور نتاع صغري كي نمشي غادي نشوفهم كيفاش تشوهوا كيفاش فالحقيقه كارثة بجميع المقاييس. جيت لهنا نحب نساند هالشبيبة هذيا، وعندي فيهم ثقة كبيرة اللي ينجموا يبدلوا على خاطر مستقبلهم. احنا عشنا اللي مازالنا أقل من اللي عشناه، ما هما يدافعوا على الميل باش يشربوه بعد 10 سنين، على الماكلة اللي بيشكلوها بعد 10 سنين. دوك نحييهم ونساندهم باللي نجم. خير الدين دبية عضو حملة ستوب بولوشن، منذ 2011 صارت عديد التحركات الشعبية، في 2017 صارت 5 أشهر من التعب المتواصلة أفضت إلى قرار من حكومة يوسف الشاهد يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة المسؤولة على مادة الفوسفوجيبس اللي هي وحدات الحامض الفوسفوري والكبريت، اللي معناها تحد من 70% من التلوث الحاصل في مدينة جابس. كنا نستنوا في خطوات عملية منذ 2017، من المفروض فما خارطة زمنية ب8 سنين ونص، أولى الخطوات وهي اختيار المكان لليوم مازال ما صارش، يعني اليوم عندنا تأخير ب6 سنوات. كنا نستنوا من الحكومة هذه ورئيس الجمهورية هذا أن يحاول أن يلقى الحل، للأسف اللي شفناه رجوع إلى نقطة الصفر. اليوم رجعنا ل 2011 وكأن النضالات كلها تفسخت، هذاك علاش احنا نقولوا ان النضالات باش ترجع وممكن بشكل اقوى وبصوت اقوى من قبل. اليوم اخترنا وزاره الطاقه والمناجم والصناعه لان اكتشفنا مؤخرا ان وزاره الطاقه والمناجم ووزاره البيئه تخلوا على مشروع تفكيك الوحدات الملوثه في جابس. صارت عديد التحركات والنضالات اللي افرزت قرار بتفكيك الوحدات الملوثه واخراجها خارج مناطق العمران. الوزاره هذه معناها اكتشفنا ان منذ سنتين معناها قامت بقبر هذا الملف وما عادش تشتغل عليه، باعتبار احنا نعتبروا ان التراجع هذا تراجع مهين للاهالي وما يليقش بالدوله. فما مبدا يسموه تواصل الدوله، القرارات القديمه هي قرارات جت بعد نضالات كبيره، مش من حق الوزاره هذه ومش باختيارهم. القرار هذا ضروري انه يتنفذ في اقرب الاجال، وحنا هنا موجودين اليوم باش نذكرهم بالكلمه هذه. ما عادش ماشيين لوزاره البيئه لان اللي تعمل فيه فولكلور. اليوم في نفس الوقت فما تظاهره اخرى عملتها وزاره البيئه في مدينه الثقافه، وبالنسبه لنا وزاره البيئه اصبح دورها تبييض الجرائم البيئيه، اصبح دورها الدفاع على الصناعيين. حتى وزيرة البيئة وصلت صرحت أن أولوية الأولويات هو رفع الإنتاجية. اليوم هذه فضيحة، كارثة في العالم، ما تصيرش معناه وزير بيئة يولي وكأنه هو البورت بارول ولا الناطق الرسمي باسم الصناعيين. بالنسبة لنا والوزارة هذه أصبحت تخدم ضد البيئة، وبالنسبة لنا احنا نطالب بحل هذه الوزارة. علاش نعملوا بها؟ لأن بالنسبة لنا إهدار للمال العام، بل بالعكس أصبحت ضد، معناها تكرس. وحتى كي عاملين شهر النظافة يظل اليوم
مسألة النفايات ما تحلتش، وحتى الوزارة اللي تحتها ديوان التطهير، ديوان التطهير اليوم مسؤول على تلوث الضاحية الجنوبية، ديوان التطهير مسؤول على تلوث عديد الشواطئ في تونس، حتى وزارة البيئة هي وزارة ملوثة.